إهداء من عبد الله لقرة عينه عبد المجيد وخالد وريتاج بمناسبة التفوق. بسم الله الرحمن طاب القول بك والمستهل الحمد لك حمد كثير طيب يا ذو الجلال. يقول أبو خالد دمع العين بخد نزل من فرحتي يرسم تعابير الأمل والابتهال. الشكر لك يا الله يا منعم علي بالبطل عبد المجيد خالد وريتاج الثلاثة راسي ما مليون. مبروك النجاح يا فخر أبوكم والأمل كل إنجال أول وحققتم منايا والمنال. أرفع بكم راسي وخط أبيات شعري والجمل واليوم بتغزل بحب الشعر وصيغ المقال. يغلى من الدنيا وزينة قلب أبوكم والحلل هذا نجاح بالقوة التميز فرحنا للاحتفال. مبروك مبروك تفوقكم ومبروك لي بكم قال المثل الابن مرآة والده يعكس صفاته والخصال. الفضل لله والتي صارت لأولادي بدل مثل ما هم أعظم من الأم الحنونة للعيال ونعم بها زوجة ونعم القلب ذي لجلي حمل حمل العنا في تربيتها للثلاثة بامتثال. أنا شهد إنك أمي النجم الذي ما قد أغفل هذه الحقيقة والحقيقة قالها ذي بالرجال. أمي سعادتكم وفكري في رضاكم ما غفل يا بلسم جراحي ويا نور عين أبوكم والظلال. لا شفتكم أنسى معانة المفارق والملل واصبحت أنا في حبكم مدمن وفرقتكم محال. يا خالد اتمنى فلو لك في عيوني والمقل عبد المجيد أمر في ذاك الروح لو أمرك محال. ريتاج يا نبض المشاعر بل ونفحة الغزل يا مصدر الهامي وإحساسي حالاتك والجمال. هم راحتي هم بهجتي هم مرشدي خير العمل هم عزتي هم قوتي بلهم جوابي والسؤال. هم كل شي عندي ولا لي في محبتهم بدل من غيرهم للعيش ولا دنيا بتسوى لي ريال. هم نور من نورك ونورك طب قلبي والعلال يا رب تحفظهم وتصلحهم وترزقهم حال. واختم بذكرى